شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية ذنعان بمحافظة البيضاء. وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة هاجموا الميليشيات الانقلابية في مواقع المختبي وكعواش وعباس والقلتة وتبت شرقان وتبت القوس في مديرية ذنعان. وأكدت المصادر أن الجيش تمكن من تحرير موقع تبت القوس وموقع القلتة واستعادت أسلحة وذخائر بعد مواجهات مع الميليشيات التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها. كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة والميليشيات الحوثية في مناطق الأجرد والمحسن والمسياب والغول بمديرية الزاهر. في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع الميليشيات الانقلابية في مديرية ذي نعم، أسفرت عن تدمير عربة عسكرية لميليشيات في موقع عباس ومخزن ذخائر في منطقة الركزة في المديرية.